صباح الخير سميره، صباح الخير مشاهدي الكرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الخبز، الخبز بالزيتون بطبيعه الحال وبالزعتره، ولكن غنديروها بخميره بلديه كما تشوفوا. خميره بلديه هنايا، بزاف من واحد كيقول لي ودي ما تصدق ليهمش خميره بلديه، ما تطلع ليناش، ما توجدش. انا غادي نعطيكم اسرار ديال الخميره بلديه، علاش ما تصدقش وعلاش ما تطلعش. اول حاجه غادي نقول لكم بعد المقادير: واحد 750 غرام ديال الدقيق يكون كامل، واحد 100 غرام ديال النخاله، وبطبيعه الحال اللي عنده الشعير تيطحن الشعير ديالو خصو يطحن بالنخاله باش يكون عندنا ان بان كومبلي، خبز كومبلي. واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، واحد 50 غرام ديال الزيتون كحل، وشويه ديال الزعتره كما تنقول لكم. هذه الطريقه اللي غادي ندير اليوم سهله. اول حاجه اللي غادي ناخذ 750 غرام ديال الدقيق، غادي نخلطوا بواحد شويه ديال النخاله، تنخليو شي شويه باش من بعد ندوزوا فيها هذاك الدقيق والعجينه ديالنا ملي تصايب. من بعد شنو تندير هنايا؟ تناخذ واحد جوج معلقات صغار في الماء يكون شويه دافي ديال الخميره البلديه. هنا الخميره البلديه تنقول لكم واحد السر، ان الخميره البلديه الا كان الماء فيه الكلور راه ما طلع لكمش، هذه حاجه مفروغه منها. وثاني حاجه مثلا كاين الناس اللي كيديروا فيها الزبيب، الا كان فيها الزبيب كاين بارفوم اللي الزبيب تيديروا فيه عليه دي برودوي راه ما غاديش تطلع لكم الخميره. وكاين الناس اللي تيديروا فيها اللبن، مثلا اللبن الا كان اللي ماميت مثلا البقره كانت مريضه وداروا لها لي اونتيبيوتيك راه ما غاديش تطلع لكم باللبن، هذه 100%. وثالث حاجه احسن حاجه اللي غادي ندير فيها، نديروا فيها مثلا شويه ديال واحد الحبه ديال الشريحه مثلا كما درت لها انا هنايا الشريحه، اولا مثلا نديروا فيها تمره شريحه اولا تمره. وهنايا يمكن تصدق، ولكن في حاله ما الا كان القمح اولا الشعير مثلا بلدي 100%، الا كان مثلا غير يعني من ماشي 100% دونك ما غاديش يصدق لينا مزيان. دونك هادو هما الاسرار ديال الخميره البلديه باش تصدق لكم، وحتى باش كتطلع لينا بارفو كنهزوا ان الخميره البلديه ما كتطلعناش العجينه. علاش ما كتطلعناش العجينه؟ هادو هما العوامل اللي ما خلوهاش تطلعها، لان ما كتكونش طالعه هي اصلا، ما كتكونش طالعه، وهذوك لي باكتيريا اللي فيها ما خدامينش مزيان. دونك حاولوا ما امكن الا درتوا كان بارفو نديروا غير الماء كما قلت لكم، ونحاولوا ما يكونش فيها الكلور بزاف، نديروا غير الماء. وإلا كان القمح يعني 100% يعني بلدي 100% راه غادي يطلع غير راسه، تنخليه واحد 48 ساعة وتنطلعوه، من بعد كنديروه في الثلاجة وتنهزوا داك الشيء اللي بغينا. وكاين الناس دابا اللي تنعرفهم أنا عندهم الخميرة البلدية ديال 50 عام، دونك نخليوها قد ما يعني بغيناها نجبدوها في الثلاجة وما حد هي تطول وهي تتعطي ذاك المفعول ديالها. دونك كنخلطوا هذا الخليط ديال خميرة بلدية مع القمح والنخالة، نجمعوا بحال هذه الطريقة هذه. حاولوا ما أمكن نجمعوها مزيان، وحتى لك أنا خاصنا شوية الماء، نزيدوا شوية ديال الماء فيها بس، لأن هي تتشرب بزاف. دونك نحاول ما أمكن نزيدوا شوية ديال الماء، وحتى العجينه ديالها ملي تنعجنوها تتاخذ شويه، كتجينا قاسحه شي شويه في الجميع. علاش؟ لان هي تتشرب بزاف، لان لقينا الدقيق العادي مع الدقيق الكامل ان كاين فرق، كاين فرق في الجميع، كاين الفرق بزاف ديال الحويجات. سو حاولوا ممكن الا كانت 400 مليلتر ما قدناش نحاولوا نزيد شي شويه. تشوفوا هنايا انا ديجا وجدتها باش تجمع شويه راسها، هذه واحد المده ديال ساعه فاش صايبتها باش تجمع راسها شي شويه. نوريها لكم هنايا باش تشوفوها، هي هنا كتخرج لنا العجينه بحال هذا الشكل هذا. الطريقه هذه، ونحاولوا ما امكن ان ملي نجمعوها نحاولوا ما امكن نضربوها شويه بيدينا هكذا، وما نزيدوا لهاش الدقيق وما نزيدوا لها حتى شي حاجه، نخليوها كما كاينه دابا. لان علاش؟ الا زدنا لها الدقيق مثلا، حنا عندنا 750 غرام في 100 غرام ديال النخاله يكفي، لان الا زدنا باقي حتى نزيدوا غادي تجي لنا شويه ثقيله، وحتى فاش غادي نطيبوها في الغرامات ديالها حنا نديروا 50 حتى 60 غرام، الا طيبناها بديك يعني ثقيله يعني ما غاديش تعطينا داك الشيء اللي بغينا. دونك نحاولوا ما امكن نخليوها بحال هكذا كما تشوفوا فيها هكذا. من بعد شنو تندير؟ تناخذ الملحه اللي بغى يدير الملحه مثلا في العجينه الاولى يديرها، اللي ما بغاش يزيد شويه دابا، لان الا درنا فيها الملحه في الاول
كت يعني ما كتخدم الخميره ما كتخدمش مزيان، والمدابنه ولا كان الملحه فيها اللويد بزاف، يعني الملحه اللي هي يعني بحال ديال البحر مثلا او الملحه الحيه، ربما تطلع لنا الخميره. سنحاولوا ما امكن الملحه اللي كتكون ناقصه. من بعد شنو تندير؟ تنهز شويه ديال النخاله الطريقه هذه، وكان نفتح هي. من بعد شنو تيبقى لي؟ تيبقى لي الزيتون حطو بحال هكذا، نهز شويه ديال الزيتون نحطو هنا بحال، وكنهز شويه ديال الزعتره، نهز حبات بحال هكذا مثلا بلا ما نقطعهم بلا والو، تنهز غير العودات بحال هذا الشكل هذا، وتعطي واحد المذاق هائل هائل، واحد الريحه زوينه، حتى ملي تناكلو تبغي تزيد تاكل، لان ما واحد الا كانت عندنا خبزه مثلا بالنسبه للشخص يمكن ما غاديش تقدو لان فيها النسمه زوينه. دونك شنو تندير؟ تنجمع هذا الخليط بحال هذا الشكل هذا، شويه ديال النخاله لان النخاله هي اللي غادي تعطينا ذاك المنظر ديالها زوين. من بعد شنو تندير؟ تناخدو دي مورصوف صغار بحال هكذا على حسب 50 60 غرام، الطريقة هذه الخدمة ديالي زوينة. دونك تنديرهم على حسب 50 60 غرام بحال هذا الشكل هذا، تندوزوهم شي شويه في النخاله بحال هكذا، وتناخذوا الطاوه ديالنا اولا مثلا عندنا بحال هذا الشكل هذا، تنهزوهم وتنحطوهم باش يخمروا لنا، لان كنديرهم خمر واحد المده ديال ساعه نص ساعه على حسب الكميه اللي غادي ديروا نتوما، ومن بعد كنخليهم يخمروا واحد نص ساعه اخرى بهذه الطريقه هذه، تنخليهم يخمروا واحد نص ساعه اخرى بحال هكذا، حتى كنخليهم يخمروا. وفي حاله ما مثلا بغينا نديروهم مثلا الشكل ديال لي باغيت، نقدو نجمعوهم باغيت بحال هكذا، نجمعوهم باغيت، نهزو شويه ديال من بعد الا بغينا مثلا نديرو باغيت نحطوه هنايا، وهو غادي يخمر راسو، غادي يعطينا واحد المنظر زوين، وانا غادي نوريكم الشكل النهائي من بعد ما تندخلوه للفران لواحد الدرجه ديال 200 درجه لواحد المده ديال 20 25 دقيقه. حتى الا ما كانش مثلا عندكم غاز، مثلا الا عندكم الغاز من التحت حاولوا ديروا 180، لان الغاز فيها سميتو ديالو بوحدو، لا تمبيراتور ديالو بوحدو. الا كان مثلا فرفاره حاولوا ما امكن ديروا 200 درجه، وانا على يقين غير تشوفوهم مثلا بداو تيحمروا لكم من الفوق عرفوا راهم طايبين. واحد في حاله ما كاع الا دخل لكم الشك غير ضربوا هكذا ان فوا تسمعوا ذاك الحس، دونك راها طايبين. وكاين واحد الحاجه اخرى تقنيه اخرى، تهزوا واحد الكاس ديال الماء فرغوه في ذاك الفران، الا ما كانش ديال الغاز فرغوه في الفران اللي كان في واحد الطاوه، تيطلق لنا ذاك البخار باش كيجيهم مقرمش من الفوق والداخل كيجي زوين، وانا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. وكما تتشوفوا الخبز ديالنا هو، وحتى الا فتحناه مثلا هو تيجي شويه ثقيل، ولكن تتشوفوا طايب مزيان تبارك الله. وحتى الا درنا باغيت مثلا بحال هذا الشكل هذا تيعطينا واحد المنظر زوين، وتنقدموا لكم بالصحه والراحه، ومعكم غتستناونا افكار جديده ان شاء الله. حتى الملتقى ان شاء الله. شكرا شيف، نمشيو للحظه نتعرفوا على ديفيل دماد اللي مقترحها لنا ليلى حديبي.